ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مش قادرة اسكت اكتر من كده علشان بجد كفاية. بهذه الجملة هزت فتاة تدعى سهيلة إسلام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، إثر سردها ملخص قصة تعرضها لصدمة خطوبة صديقتها المقربة سابقا على خطيبها السابق مع عدم احترامه لها أمام الجميع عبر الفيسبوك. قالت الفتاة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: يعني بعد خطوبة مدتها سنتين سبتني وكسرت بخاطري وفرحتي قبل فرحنا بشهرين، وهديت كل الأحلام الوردية اللي كنت عايشة فيها، ودخلت بسببك في حالة تروما وتعبت وفقدت النطق لفترة، ودلوقتي بتخطب. طب أنا لما عرفت إنك قرأت فاتحة ما زعلتش ودعيت لك من كل قلبي، وبعدها عرفت إنها صاحبتي الأنتيم اللي استأمنت لها على كل حاجة وكنت بجري عليها في فرحي وفي حزني، ولما طلبت مني تكلمك واحنا مخطوبين بحجة انها تسألك عن حاجات في الدين انا قلت لها ما تستأذنيش، انا واثقة فيكي واثقة فيه، كلميه براحتك. وبعدها اكتشفت قد ايه انا كنت مغفلة، ومع ذلك سكت وما تكلمتش. لكن انك تنزل بوست تسيء فيه ليا تحت مسمى العوض، وقد ايه انا كنت فالص وانت كسبت الذهب، واني غشوت الفالص وعمتك عن الذهب بعد ما كنت طالع بيا السما دلوقتي بقيت فالص، واللي خانت ثقة صاحبتها بقت هي الذهب وانت الماس. ووصلت حيث أصبح منشورها الأكثر رواجاً عبر الفيسبوك: كفاية أذى وتدمير فيا أكتر من كده، والله لولا أمانة الشتات والريكوردات لكنت نزلت سكرينات أوري فيها أصحاب الدين والتدين على حقيقتهم من خيانة وكذب وخداع، وكله تحت إطار الدين والشرع. خلتوني فقدت الثقة في البشر كلهم، لا بقيت مستأمنة صاحبة ولا عايزة حبيب، حسبي الله ونعم الوكيل، لا سامحكم الله دنيا ولا آخرة، والله لو بينكم وبين الجنة ذنبي ما هسامح، والله لأكون خصمتكم أمام الله ليوم الدين، والله لأقتص حق قلبي وطاقتي وروحي اللي خلصت عليكم قدام ربنا. ولفتت الفتاة إلى ما نشره خطيبها عقب الفسخ مباشرة، حيث قال: لم أكن أتمنى أن نصل لهذه المرحلة أبدا، ولكن مشيئة الله دايما هي التي نهتدي بها ونسير بأمرها. قدر الله لي أن أفترق عن خطيبتي، وأؤكد على إنها كانت طيبة الأخلاق، حسنة السيرة، رائعة الحضور، كريمة الأصل، ولكن عدم التفاهم كان الحاجز اللعين الذي فرق بيننا. وأشارت أيضا مع إرفاق منشورها بصور لهم جميعا انتشرت بين الآلاف، وذلك عقب خطبة صديقتها المقربة على خطيبها السابق الذي أضاف في منشور الخطبة الجديدة: هتتوجع من شخص كنت مديله الأمان، وهتتسند من حد ما كانش في حساباتك نهائيا، هتضيع من إيدك فرصة كنت بترتب ليها بقالك مدة، وهتجيلك لحد عندك فرصة تانية أحسن ومن سكة مش على بالك، هتخسر ناس فالصو وهتكسب ناس من ذهب كان قدامك، بس غشاوة اللي قبلهم خليتك تعمى عنهم. كل فقد وراه عوض، وكل عوض أفضل من اللي اتفقد، إن الله لطيف خبير.